أمان 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 أمان. عبد الواحد ديبان، يعني فنان مغربي من مدينة الدار البيضاء، بدأت المسيرة يعني من سنة 1990، بدأت الموهبة قبل ذلك في المؤسسات التربوية وهذا، وتم اكتشاف ديال الموهبة تماك من طرف المعلمين وهذا، والتشجيع. كنت يعني محب للقرآن الكريم، كنت فن التجويد في الأول، وهذا يعني كان ليه الإضافة النوعية يعني في المسار ديالي. من بعد مشيت للمجال ديال الإنشاد وهذا، بدات الموهبة تتكبر وتتكبر وهذا، الإنسان تيزيد يتيق في راسو أكثر. تمت المشاركة الحمد لله في المعهد ديال الموسيقي حيم الرشيد والمعهد البلدي أيضا بالموازاة، من أجل يعني التطوير يعني والدفع بالموهبة الأكثر للأمام. من بعد الحمد لله استقليت بذاتي كفنان في فن الإنشاد، إنشاد الراقي بطبيعة الحال، ودرت أول ألبوم سجلته الحمد لله. من بعد ذلك يعني تمت المنادات عليا في العديد من البرامج التلفزيونية، سواء في القناة الثانية أو مؤخرا بحال القناة الأولى أو قناة ميدي أن تي في، والعديد من وشاركت في العديد من يعني السهرات والمهرجانات داخل الوطن وخارجه. شوف، بالنسبه للمسار ديال الاعلام، هو اي فنان هو تيشتغل انا مقولتش من هذا النوع، يعني تنشتغل يعني كنبذل المجهود دائما الحمد لله. يعني المجال الاعلامي ما عرفتش انا، ربما ما كاينش حتى تواصل، يعني انا كندوي على سابقا ما كاينش تواصل، اولا بحكم يعني ان الاعلام مثلا يركز على مثلا وجوه دون اخرى، وهذا يعني هذا حديث طويل في هذا الباب هذا. فاللي غنبغي نقول هو ان الانسان في نهايه المطاف انسان خصو ما يهزش ايده، خصو يبقى يشتغل، يبقى خدام. الحمد لله راه حنا دابا في الضيافه ديال الجريده الالكترونيه فبراير، فهذا يعني هذا اكبر دعم واكبر سند. انا بعدا كلي شرف انني نعود اغنيه يعني تغنت في سنه 1963، يعني ومن جيل الرواد، وغناها يعني الاستاذ الراحل اسماعيل احمد الله يرحمه، ولحن الملحن المقتدر الله يرحمه عبد القادر الراشدي، والكلمه ديال الحمادي التونسي، يعني كلمات رائعه. يعني بالعكس ديال الشرف، ماشي عودتها نظرا يعني النقص في لا لا ابدا، ماشي هو هذا، غير هي كانت اقتراح ديال صديق ديالي سي يوسف النقاش اللي كيخدم معايا في العمل، كنوجه له التحيه صراحه. كانت اقتراح ديالو هو اللي قال لي شنو رايك، انا عجبتني، تصنت لي غير مره واحده عجبتني، عجبني العمل. صورنا العمل في طنجه وفي شاون، عمل مغربي، حاول المخرج حاول يعتمد على البساطه في الصوره، لانه اغلبيه ملي كتسمع عمل وطني تعتقد بانه غتبان ديك المشاهد ديال البناء. لا لا لا، حنا بعدنا على هذا الشيء، لان الحمد لله لان لسنا في حاجه باش نبينوا، كل شيء واضح الحمد لله في البلاد. اما بخصوص نادي نيا مالكي فان شاء الله غتسمعوها، يعني عمل غتحسوا به فيه حتى مغربيت بهذا المعنى، هذا فيه الروح المغربيه. رب بلادي من سمح في روح جدادي تحاسبني عليه، تراب بلادي من سمح في روح جدادي حاسبني عليه، أمانة غالية تركوها في دينا، نهدي لهدمنا وسلحنا للاتحاد. أمانة غالية تركوها في دينا، نهدي لهدمنا وسلحنا للاتحاد، وروحنا راضية بملكنا، وتخلي الذكر
ومجده في كل بلاد. ناديني يا مليكي يا حبيب الشعب، ناديني يا مليكي تلقاني طايع، ناديني يا مليكي يا رمز الشعب، ناديني يا مليكي تلقاني سامع طايع وراضي، طايع وراضي ضحي بشبابي وروحي.